من أهم المشاكل اللي بيتعرض لها الشعب الكويتي في الوقت الحاضر وبقاس منها جميع أفراد الشعب هي مشكلة الغلاء. وقد برزت هذه المشكلة من حوالي 4 سنين منذ نهاية سنة 1971، وتعرض لها رئيس الأمة في الفصل التشريعي الثالث بشكل جذري ومركز، وحاولت الحكومة بإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة. وأعتقد أن جميع الآن الأجهزة الرسمية مشغولة بإيجاد الحلول الكفيلة اللي بتحل هذه المشكلة العامة، بحيث أن المواطن يحافظ على مستوى من المعيشة مستوى كريم، يحفظ لا حد أدنى من هذا المستوى، لأن باعتقادي مشكلة المشاكل أن دخل أفراد الشعب الكويتي بشكل عام دخل محدود نتيجة ارتباطهم بوظيفة، وطبيعة هذه الأجور أو الرواتب رواتب جامدة لا تتغير إلا بين كل فترة وفترة، وطبيعة فترها طويلة جدا. وبالجانب الآخر اللي بيحدد مستوى المعيشة هو المستوى العام للأسعار، ومع الأسف الشديد المستوى العام للأسعار متغير بشكل عام وسريع، ما يؤدي حتما إلى انخفاض في مستوى المعيشة للشعب الكويتي. وذلك اللي بأمل أن الأجهزة الرسمية بتلاحق هذه المشكلة وتبحث عن طريق الدراسة المركزة عن حلول جذرية حتى تحافظ على مستوى كريم للشعب الكويتي. المشكلة الأخرى اللي توازي هذه المشكلة هي مشكلة السكن، وباعتقادي أن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أوجد حل جذري وجريء في نفس الوقت، وأعتقد أن جميع أفراد الشعب الكويتي بيشكروا على هذه المبادرة الطيبة، واللي برجوه من أجهزة التنفيذ أن تكون في مستوى القرار اللي أصدره رئيس مجلس